السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم عن الديب انسبيريشن بريس هولد تكنيك فور الليفت سايد بريست كانسر ريديو ثيرابي تريتمنت. يعني هنتكلم عن تكنيك النفس الشهيق العميق لعلاج سرطان الثدي الأيسر بالعلاج الإشعاعي. معاكم الدكتور محمد علي مرسي، فيزيائي طب علاج إشعاعي من جمهورية مصر العربية. قبل ما نخش على البريست كانسر لازم نعرف الوومن بريست اناتومي، نتكلم عن التشريح الفسيولوجي للبريست نفسه. قال لك البريست لوكيتد في الانتيرير شيست والموجود في المنطقه الاماميه، منطقه ايه؟ الصدر. بتكون منين؟ مامري جلاند محاطه بكونكتيف فاتي تيشو، محاطه بفاتي تيشو. كميه الفاتي تيشو اللي هي الموجوده في البريست بتحدد السايز والشيب بتاع البريست، بجانب البريست في هناك الليمف نود اللي هي موجودة بتكون قريبة من البريست تيشو. طبعا الليمف نود أو هو يعتبر الجهاز المناعي بتاع جسم الإنسان أجينست الديسيسز. عندنا تلاتة ليمف نود موجودة في منطقة البريست تيشو. أول حاجة عندنا الأكزيلاري ليمف نود، ودي موجودة تحت الإبط في الأرم بيت، وعندنا السوبرا كلافيكال أباف الكلافيكال موجودة فوق منطقة الترقوة، وعندنا الانترنال ميموري ان ذا شيست موجودة في منطقة ايه؟ الشيست. تمام. بعد ما عرفنا البريست اناتومي نتعرف عن الوومن بريست كانسر. كانسر عموما كمفهوم هو abnormal growth cell begin to grow، تبدأ ان هي تنمو وتنقسم without control، وبتنتشر في الخلايا السليمة اللي حوالين الورم بطريقة سريعة. اما عن البريست كانسر فهو البريست كانسر نوع من انواع السرطانات اللي هو فورمس، بيتكون في البريست تيشو ويعتبر من اشهر انواع السرطانات التي تصيب السيدات حوالين في معظم دول ايه العالم. ليه بعض الاعراض ممكن نتكلم عنها، زي ما موجود في تكتلات موجوده او ظهور كتل في منطقه البريست تيشو، في سكين ديمبلنج اللي هو تنقير او تظهر في البريست نفسه، يبقى في حفر كده صغيره كده بتظهر في البريست، تغيير شكل السكن نفسه بتاع البريست، تغيير شكل النبل الخاصه بالبريست، وجود افرازات سواء كلير او بلاد بتخرج من النبل بتاعه البريست. احنا خلاص عرفنا الكانسر كمفهوم البريست كانسر. طب الوومن او الومن بريست كانسر بيحصلوا كلاسيفايد اكوردنج تو اكوردنج ايه؟ اول حاجه التايب اوف تيشو وير ذا سيس بيجن، نوع الانسجه اللي بدات فيها الاصابه، وهل الاصابه دي حصل سبريد اوت ذا بريست تيشو، يعني هل حصل انتشار خارج منطقه البريست في الليمف نود مثلا، ولو حصل انتشار هاو ذا ديزيز سبريد اوت. عندنا اشهر نوعين من البريست كانسر، عندنا الانفيسيف ديكتال كارسينوما والديكتال كارسينوما ان سيتيو، دول اشهر نوعين موجودين او ذا موست كومن تايب اوف بريست كانسر. الاي دي سي هو المنشأ بتاعه بيكون في الميلك ديكت، وبعد كده بينتشر في السراوندنج تيشو. تمام. يبقى هو بيبدأ بالميلك تيوب وبعدين بينتشر في السراوندنج تيشو اللي حوالين الميلك تيوب. اما النوع الثاني هو الدي سي اي اس، اللي هو بيكون برضو بيبدا بالميلك ديكت بس ما بينتشرش في اني اذر ريجن، ما بينتشرش خارج المنطقه دي. فيبقى عندنا احنا كده نوعين، الانفيسيف ديكتال كارسينوما والديكتال كارسينوما ان سيتو. واحد الاثنين المنشا بتاعهم الميلك ديكت او الميلك تيوب، وبعد كده واحد منهم بينتشر خارج الميلك تيوب دي والتاني ما بينتشرش. 80% من الاصابات اللي بتصيب السيدات بتكون من النوع اللي هو الاي دي سي، اللي هو الانفيسيف ديكتال كارسينوما، اللي هو بيبدا بتاعه بالميلك ديكت وبعدين بينتشر في السراوندنج ايه تيشو. طالما في اصابه بالبريست كانسر يبقى نسبه كبيره اغلب السيدات اللي هم بيتشخصوا ان هم عندهم بريست كانسر بيحتاجوا الى عمليات جراحيه. تمام. ونوع العمليه الجراحيه depending on the tumor characteristic، عندنا القصاص بتاعه التيومر، وهل التيومر موجود جوه البريست بس ولا انتشر في الليمف نود او انتشر في اجزاء تانية من البادي. يبقى كل السيدات او اغلب السيدات اللي بيصابوا بالبريست كانسر لازم يعملوا عمليات جراحيه. العمليه الجراحيه دي نوعها او التكنيك اللي يستخدم في الجراحه بيعتمد على التيومر كاركترستيك، وهل التيومر ده انتشر خارج البريست تيشو ولا لا، ولو انتشر هل انتشر في الليمف نود ولا لا، ولو انتشر هل انتشر في اجزاء تانية في البادي ولا ايه ولا لا. الانفورميشن دي كلها هتحدد
نوع السيرش اللي احنا هنعملها. عندنا اشهر نوعين او البوبولار تايبس اوف بريست كانسر سيرش، عندنا البريست كانسر كونسيرفنج سيرجري لامبكتومي والتوتال ماستكتومي. الكونسيرفنج سيرجري اللي هو بيستأصل الجزء المصاب من البريست بس ويسيب الهول بريست كله على بعضه، تمام. اما التوتال ماستكتومي بيشيل البريست تيشو كلها الهول بريست ويسيب ممكن يسيب اجزاء من الليمف نود والماسلز موجوده في الشيست وول. يبقى عندنا كده نوعين، كونسيرفنج سيرجري والماستكتومي. واحنا ما بنيجي نشتغل في الراديو ثيرابي او في الفيزياء دايما بتلاقي حالات الكونسيرفنج سيرجري ليها بوست، يعني بندي الهول بريست كله الدوز بتاعته وبعد كده بندي على التيومر بيد بوست حوالي 5 جلسات. فهو في الكونسيرفنج الدكتور بيشيل التيومر بيت وبيشيل سمول مارجن حواليه وبعد كده بندي ايه راديو ثيرابي على البوست على التيومر بيت ده بعد ما ندي ايه منطقه الهول بريست كلها. اما الماستكتومي هو شايل كله، وفي الغالب اغلب حالات الماستكتومي هتلاقي احنا بنعالج منطقه الشيست وول ومعاها الليمف نود كلها بالسوبرا والسوبرا كلافيكال والانترنال والاكزيلر ليمف نود. طيب طالما في جراحة يبقى لازم هيكون في راديو ثيرابي. الراديو ثيرابي بيكون ريكومندد بعد العمليات الجراحية، ليه؟ عشان عندنا probability high risk للكانسر recurrence للشيست وول أو الليمف نود الموجودة في المنطقة اللي احنا استأصلناها. ليه؟ عشان في احتمال كبير يكون في ريسيدوال من الكانسر سيلز ما اتشالتش بالعمليه الجراحيه، فبالتالي احنا بنحتاج الراديو ثيرابي علشان يعمل ريديوس للريسك اوف كانسر ريكارنس للافكتد بريست باي ديستوري ذا دي ان اي اوف ريسيدوال كانسر سيلز. يبقى احنا كده خلاص احنا عرفنا ايه هو الكانسر وايه او الاول عرفنا البريست اناتومي بيتكون من فاتي تيشو في الماماري جلاند وحواليها فاتي تيشو، وحجم الفاتي تيشو بيحدد شكل وحجم الورم وحجم البريست، وجنب البريست تيشو فيه عندنا ليمف نود، عندنا 3 مناطق موجودة في منطقة البريست اناتومي، عندنا الاكزيلا ليمف نود هو موجود تحت منطقة في منطقة الابط، عندنا السوبرا كلافيكال موجود فوق العظمة التركية، وعندنا الانترنال ماماري موجودة في الشيست. قلنا عرفنا ايه الكانسر. الكانسر هو abnormal growth cell بينتشر وينقسم without control وبينتشر في الخلايا السليمة حوالين الورم بطريقة سريعة. وكلمنا عن البريست كانسر، قلنا البريست كانسر هو نوع بيتكون المنشأ بتاعه بيكون البريست تيشو، هو من أشهر أنواع اللي بتصيب السيدات حوالين ايه العالم. وقلنا أغلب السيدات اللي بيصابوا بالبريست كانسر بيحتاجوا عمليات جراحية. ليه احنا بنحتاج عمليات ايه جراحية؟ بعد عندنا نوعين من العمليات الجراحية، قلنا العملية الجراحية بتحدد طبقا للكاركترستيك الخاصة بالتيومر نفسه، تيشو تيومر تيشو نفسها، ولا هو موجود في البريست تيشو بس ولا انتشر في الليمف نود، وهل في انتشار في الأعضاء السليمة اللي حوالين الورم في مناطق تانية ايه من الجسم. عندنا نوعين من العمليات الكونسرتيف والماستكتومي. الكونسرتيف هو بيستأصل التيومر بيت وياخد سمول مارجن حواليه، تمام، بس بيسيب الهول بريست نفسه. وبعد كده اغلب السيدات بيعملوا عمليات جراحيه، يعني ايه، علشان يحافظوا على شكل البريست نفسه. وفي حالات الماستكتومي هو بيستأصل البريست كله ويسيب اجزاء من الليمف نود والماسلز الخاصه بالبريست. بعد يعني ريكومندد على طول بعد العمليات الجراحيه لازم يكون عندنا راديو ثيرابي علشان في هاي probability في الهاي ريسك للكانسر ريكارنس بعد العمليه، سواء بقى في الشيست وول او في الليمف نود، نتيجه ان في بعض الريسيدوال من الكانسر سيلز ما اتشالتش بالعمليه الجراحيه، فبالتالي احنا بنحتاج الراديو ثيرابي علشان يقلل الريسك اوف كانسر ريكارنس في البريست اللي اتعمل فيه العمليه، ان هو بيدمر الدي ان ايه في الريسيدوال كانسر ايه سيلز. طيب احنا عندنا مشكله هنواجهها لما نيجي نعالج الليفت سايد بريست اللي هي ريسبيراتوري موشن، المريض بيتنفس شهيق زفير، وبالتالي هو بيكون تحدي بالنسبه لنا في البلاننج والدوز ديليفري. طب ايه المشكله اللي ممكن يسببها لنا الريسبيراتوري موشن اثناء الراديو ثيرابي؟ اول حاجه الايمج اكوزيشن بروبلم. اول حاجه وجدوا ان البريثنج ممكن تعمل حاجه اسمها significant motion artifact during the image acquisition، تمام. perspiration ممكن تعمل significant motion artifact نتيجة ال image acquisition، تمام. وال artifact ده بينتج حاجة اسمها ال inaccurate reconstruction في ال target volume وال organ at risk.
والكونستراكشن او الديستروشنز دي ممكن تدينا لينسنس لينثن او شورتن للتارجت اند تعمل اوفر استيميتد للتارجت للتارجت سايز، يعني سايز يعني احنا نتيجه الريسبيريشن دي بتعمل حاجه بتعمل موشن ارتيفاكت، تمام. والموشن ارتيفاكت دي بتعمل ان اكوريت ريكونستراكشن للتارجت والاورجان ادريس زي ما احنا مش شايفين كده في الصوره، كده هتلاقي في خطوط كده تذبذب كده موجود نتيجه التنفس. فبالتالي الدكتور ما يجي يرسم الشيست وول او البريست او الاورجان ادريس الرسم بتاعه مش هيكون اكوريت نتيجه الارتيفاكت اللي حصل في التصوير ده. فدي احد مشاكل الريسبيراتوري موشن اثناء ايه التصوير واثناء ايه الكنترول. نيجي بقى للتريتمنت بلاننج بروبلم اكوردنج تو الاي سي ار يو. الاي سي ار يو المنظمه دي عملت توصيف للورم نفسه، ال50 الريبورت اللي هو ال50 وال62 عملوا توصيف للورم نفسه. بيبدا بحاجه اسمها الجروس تيومر اللي هو الجي تي في، ده هو بيكون اللوكيشن اوف مالجنانت جروث، اند الكلينيكال تيومر فوليوم اللي هو السي تي في، ده هو المفروض احنا نعالجه بالراديو ايه ثيرابي. وجدوا ان الموفبل اورجان ديورنج البريسنج ار موفينج ديورنج الراديشن ديليفري فولوينج البريسنج سايكل. يعني وجدوا ان الجي تي في والسي تي في ده لما نيجي نعالج موفبل اورجان بيتحركوا مع التنفس، فبالتالي بيكون دي عندنا ايه مشكله. طبعا الموشن not considered during الجي تي في والسي تي في والاوجن ات ريسك كونتورنج، وبالتالي لازم نعمل ناخذهم في الاعتبار. يعني لازم الحركه بتاعت الاورجان دي اثناء التريتمنت او البلاننج لازم ناخذها في الاعتبار. فوجدوا ان احنا لازم نعمل نيو فوليوم جديد نسميه الانترنال تارجت فوليوم اللي هو الاي تي في. الاي تي في مارجن اراوند السي تي في، تمام، اللي هو زي احنا شايفين كده. فاحنا هو بدأ بالجي تي في وهو واتحط حوالين السي تي في. طبعا هو المفروض السي تي في يكون الدايره السمراء دي، تمام، السودا دي، تمام، ولكن عشان موفابل يعني تخيل انت السي تي في هنا وبعد شويه بقى هنا وبعد شويه بقى هنا وبعد شويه بقى هنا، فهو حطينا الاي تي في اللي هو الانترنال تيومر فوليوم ان هو انكلودد اول الموفابل بتاعت السي تي في بتاعنا. فبالتالي بقى عندنا مارجن جديده اسمها الاي تي في اللي هي الانترنال تيومر فوليوم. حوالين الاي تي في بنحط البي تي في. احنا البي تي في طبعا بيكون موجود عشان الانترا فراكشن موشن، فبالتالي البي تي في بنضيفه حوالين الاي تي في سي تي في اي فوليوم. يبقى احنا كده قلنا الاي سي ار يو اللي هنا عندنا حاجه اسمها جي تي في والسي تي في، ودول بيعملوا فولوينج للبريسنج البريسنج سايكل اثناء الايه للتصوير او للـ او للـ او للتريت او للتريتمنت. فبالتالي الحركه بتاعتهم دي او الموفي الموشن دي ما بتكونش ماخوذه في الاعتبار اثناء الكونتورنج الخاص بيهم. فبالتالي عملنا مارجن جديد سميناه الاي تي في بيكون انكلودنج للسي تي في والجي تي في، وماخوذ الموشن اللي هي الموشن بتاعت السي تي في دي بيكون ماخوذه في الاعتبار. فبالتالي الاي تي في بيكون انكلودنج للسي تي في والجي تي في. وطبعا احنا بنحط البي تي في عشان الانترا فراكشن موشن، تمام. يبقى عندنا كده في الموفبل اورجان بيكون عندنا اربع بي تي في. هنبدا من اللي فوق ونخش على تحت، اول حاجه البي تي في وبعدين الاي تي في والسي تي في والجي تي في. ولكن لما عملنا حطينا المارجن الكبيره دي علشان نحط في الاعتبار بتاعنا الموفبل، وجدنا ان هيكون عندنا سلايتلي لارج انف بيكون عشان نطمن ان هو بيكون كفرت الحركه بتاعت السي تي في والجي تي في في البريسنج سايكل. ولكن اللارج مارجن ده وجدناه ان هو بيعمل لارج دوز في الاورجان ات ريسك بتاعنا. يعني احنا زودنا المارجن بتاعنا اللي هو بيدور فيه، ولكن نتيجه الزياده دي احنا كده اطمنا ان احنا هنوصل الكفر او نوصل الدوز كلها للتارجت بتاعنا، بس في نفس الوقت هنعرض اورجان ات ريسك لدوز غير مبررة أثناء التريتمنت عشان إحنا زودنا المارجن إيه بتاعنا، تمام. تمام، دي أو دي تاني مشكلة. تالت مشكلة هتواجهنا برضو عندنا الدوز ديليفري. إحنا أصلا ما بنيجي نعمل البلان بتاعنا إحنا بنشتغل سواء بستاتيك أو دايناميك ام ال سي، تمام. فوجدنا هيكون في ديفيشن بتوين الكالكوليتد بلان دوز والاكتوال ديليفرد دوز ديورينج الدوز ديليفري. احنا دلوقتي هنتخيل ده البيم اي فيو بتاعنا، تمام،
وعندنا ده البي تي في بتاعنا اللي احنا هنعالجه. احنا قلنا البي تي في هيكون انكلودنج السي تي في والجي تي في، تمام؟ احنا تمام. فبالتالي هو بيتحرك، فاحنا دلوقتي احنا فاتحين الشيب بتاعت الفرد الاولاني. لو احنا هنشتغل مثلا استاتيك ام ال سي، فهو خد الشيب بتاعنا وفتحنا على في الفيزياء مثلا او التريتمنت بلاننج بتاعنا، بيكون خلاص البي تي في ثابت قدامي، فانا فتحت الشيب بتاعي على قد البي تي في، تمام؟ هو استاتيك في الفيزياء، تمام؟ في البلانك بتاعنا. ولكن في التريتمنت هو مش هيكون استاتيك، هو هيكون متحرك. فانا فتحت الشيب خلاص والشيب بتاعي ثابت، وحتى لو احنا عندنا دايناميك ام ال سي، فاحنا برضو الشيب بتاع الام ال سي اللي هو الفتحه اللي هو يخرج منها الراديشن اثناء البيم اون عشان نوصلها للتارجت بتاعنا هتكون ثابته، ولكن المتحرك بتاعنا التارجت بتاعنا. فتخيلوا كده انا بدي بيم اون في المنطقه دي والتارجت بتاعي رايح جاي، فبالتالي منطقي هياخد يا اما التارجت بتاعي ياخد اندر دوس، والاورجن ات ريسك بتاعتي نتيجه ان التارجت ده التارجت لما بيتحرك فوق او تحت بيسحب معاه اورجن ات ريسك، مثلا بيطلع معاه مثلا هارت او بيطلع لانج، فبالتالي هيبقى فيه اوفر دوز هتتعرض للاورجن ات ريسك بتاعنا، ماشي؟ نتيجه الحركه دي. فيبقى احنا كده عندنا 3 مشاكل في الايمج اكوزيشن والتريتمنت بلاننج والدوز ايه ديليفري، تمام. وعندنا رابع مشكله عندنا الراديشن هارت ديزيز. في دراسات كتيرة وجدت إن في كاردياك ديزيزز سواء بقى مورتاليتي أو موربيديتي انكريز، وجدوا إنها انكريز وس انكريزنج المين أبسوربت دوز أثناء الليفت سايد بريست كانسر تريتمنت كومبيرت تو رايت سايد بريست إيه كانسر. وجدوا إن إحنا بيكون المريض بعد، وجدوا في دراسات بتقول بعد فترة من الزمن من 3 سنين إلى 5 سنين، وجدوا إن أغلب المرضى اللي بيتعالجوا سرطان ثدي ايسر بيحصل لهم مشاكل في القلب نتيجة، وجدوا يعني عملوا بقى علاقة كده، وجدوا دراسة ان احتمالية الاصابة بامراض القلب اللي سواء اصابة ممكن تؤدي الى الوفاة بتزيد بزيادة المين ابسورب الدوز بتاعت الهارت اثناء التريتمنت كومبيرد تو رايت سايد بريست كانسر. يبقى احنا كده عندنا 4 مشاكل ممكن تواجهنا او بنلاقيها اثناء الريسبيراتوري موشن او البريسنج موشن في الريدوسر بي ايه تريتمنت. طيب نتيجه الليميتيشن او البروبلم اللي بنواجهها اللي بنجدها في الريسبيراتوري موشن ديورنج الريدوسر، ظهر عندنا مفهوم جديد اسمه الريسبيراتوري موشن مانجمنت اللي هو اداره الريسبيراتوري موشن. في there are various methods، في طرق كتير developed عشان نمانج الامباكت اوف ريسبيراتوري موشن الريديو ثيرابي. في كذا طريقه وجدوها او ابتكروها عشان ناخذ في الاعتبار الريسبيراتوري موشن اثناء الريديو ثيرابي، منها الديب انسبيريشن بريس هولد، واحد من هذه الطرق. وجدوا ان الديب انسبيريشن بريس هولد الدي اي بي اتش از اتراكتيف اوبشن ليفت سايد بريست كانسر ريديو ثيرابي تريتمنت. وجدوا ان الديب انسبيريشن بريس هولد تكنيك هو افضل اوبشن لعلاج سرطان الثدي ايه الايسر بالعلاج الايه الاشعاعي، تمام. طب ايه هو الديب انسبيريشن بريس هولد تكنيك؟ الهدف منه لو اكونت فور ذا بريثنج موشن، ياخذ في الاعتبار البريثنج موشن خصوصا للليفت سايد بريست كانسر، تو ريديوس الراديشن ابسورب توست الهارت واللنج. احنا قلنا الديب انسبيريشن بتاعنا الليفت سايد ان هو احنا هنستخدمه علشان نقلل الجرعات اللي هتوصل للغير مبررة للهارت واللنج بتاعنا من خلال الافكتد بريست. ايه اللي بيحصل في الديب انسبيريشن بريس هولد؟ هو احنا بنعرض الافكتد بريست في الوان فيز من البريسنج سايكل. عندنا البريسنج سايكل بيكون انسبيريشن اكسبيريشن شهيق وزفير، فبالتالي احنا هنخلي البريست بس يتعرض في فيز واحده بس من البريسنج سايكل وهي الانسبيريشن، تمام. فبالتالي المريض لما ياخد نفس عميق ويكتم نفسه يبقى كده هناخد فيس واحدة اللي هي الانسبيريشن. فبالتالي زي ما احنا شايفين كده لو احنا هنعالج في الانسبيريشن، فبالتالي كنا الاول الاورجن بتاعنا رايح جاي في البريسنج سايكل كلها شهيق وزفير، ولكن احنا لما هنختار فيز واحده هنعمل ليميتيشن للحركه دي، هنخليه يتحرك بس في منطقه البريسنج ايه سايكل، وبالتالي هتكون ميزه مهمه جدا. ايه الميزه اللي مهمه جدا؟ ان احنا هنقلل المارجن اللي حوالين التارجت بتاعنا،
وبالتالي الأورجان ات ريسك بتاعتنا اللي هي كانت اوفرلاب مع المارجن الكبيرة دي مش هيحصل اوفرلاب، وبالتالي الابسورب الدوز الغير مبررة المفروض اللي هي توصل لها مش هتوصل لها نتيجة الليميتيشن اللي احنا عملناها في الموشن بتاعت ايه التارجت بتاعنا. طب ايه هو الديب انسبيريشن تكنيكس نفسه، الفكره بتاعته او النظريه بتاعته؟ هو البيشنت احنا بنديله اوامر اللي هو يكتم نفسه اثناء البريسنج موشن لسيرتن تايم، يوجوالي تيك مور ذان 20 سكند. يعني احنا المريض بندربه قبل ما ياخد قبل التصوير ان هو نعلمه ازاي يكتم نفسه اثناء التصوير، في الغالب بيكون مش اقل من 20 ثانيه في اثناء التصوير في الدوز ديليفري. ايه اللي بيحصل لما بيكتم نفسه وبياخد نفس، وكمان مش بيكتم نفسه مجرد بس كاتب نفس، لا بياخد نفس عميق وبعدين نفس شهيق عميق وبعدين يكتم. ايه اللي بيحصل لما بياخد نفس شهيق عميق؟ اول حاجه ان اللنج بتاعتنا بتتملي بالهواء، وبالتالي ما بتتملي بالهواء هتعمل بوش للهارت. الهارت بتاعنا لما لو كان لازق في الشيست وول هنا كده، لا لما اللنج تتملي هواء زي ما احنا شايفين كده هتروح سحب الهارت بتاعنا بعيد عن منطقة الشيست وول أو منطقة البريست، وبالتالي لما نيجي نعالج بالراديو ثيرابي لو احنا تخيلنا ده الليمت بتاع الفيلد بتاعنا، فاحنا شايفين ان جزء صغير من الهارت بس هو داخل في التريتمنت فيلد بتاعنا، عكس لما كان في البري بريسنج ان جزء كبير من الهارت انكلودنج في التريتمنت فيلد بتاعنا. احنا شايفين هنا حتى في الديب انسبيريشن ان اللنج بتاعتنا كبرت. طبعا الفوليوم بتاع اللنج لما يزيد قلنا بيبعد الهارت، تاني حاجة الدوز بتاعة اللنج برضو بتزيد. احنا عارفين اللنج بيكون الايفوليوشن بتاعه بالدوز والفوليوم اللي هو الفي 20 20، فبالتالي لما الفوليوم بتاعنا يزيد بالتالي لو هو وصل لها دوز هي الدوز هتقل، فبالتالي احنا كده قللنا الدوز اللي هتوصل للهارت واللنج بتاعنا من خلال الديب انسبيريشن. طبعا المريض قبل ما بيجي يتصور قلنا بيجي نعمل له كوتشنج تدريب، طبعا هو بيكون في سيلكشن بيشت، يعني مش كل المرضى نقدر نعالجهم بالديب انسبيريشن بريسود، يعني مثلا الناس اللي عندهم مشاكل في التنفس او مشاكل في القلب نفسه او السن بتاعهم كبير او عندهم مشكله في السمع، دي كلهم مش هنقدر نعالجهم. ليه؟ مش هيقدروا يتابعوا التعليمات. يعني واحده ست كبيره مثلا عندها مشكله في السمع، اكتمي خدي نفس واكتمي مش سامعاني، في مشكله عندها في التواصل، فدي مش هنقدر نعالجها بالدي من اسبيريشن بريس هولد. في مرضى عندهم مشاكل اصلا في الرئه او عندهم مشاكل في القلب، فبالتالي ما اقدرش اقول له اكتب نفسك 20 ثانيه، مش هنقدر يعني نظبطها قوي، تمام. فبالتالي برضو مش كل المرضى نقدر نعالجهم، بيكون في سيلكشن للبيشنت نقدر ايه نعالج بيه خلاص. فالتكنيك ده ان شاء الله بيكون طريقه من طرق اللي احنا نقلل الابسورب الدوز اللي بتوصل للهارت واللنج بتاعتنا، عشان حتى نظبط يعني هو طرق من تظبيط الكواليتي لايف للمريض بعد الراديو ثيرابي. يعني هو مش معقوله مريضه جايه تتعالج بريست كانسر بالراديو ثيرابي بعد كام سنه كده لا عندها مشاكل في القلب، وفي الغالب مرضى سرطان الثدي بيكون بيحصل لهم ريكانس بعد فتره من الزمن، ده البيهيفير بتاع الكانسر يعني، فبالتالي مش هيكون كانسر ومشاكل في القلب كمان يعني. فاغلب التكنيكس الحديثه اللي احنا بنستخدمها علشان بيكون هدفها ان احنا نظبط الكواليتي لايف بتاع المريض بعد ايه الراديو ثيرابي. طبعا الاجهزه اللي احنا بنستخدمها عشان نحقق البريس هولت تكنيك عندنا كذا جهاز، طبعا هو هيكون محتاج شرح تفصيلي لهم ان شاء الله نعمل لهم محاضره. عندنا الاكتيف بريث كوردينيتور هو الاي بي سي وده تبع شركه اليكتا، وعندنا الريال تايم ريسبيراتوري جيتنج الار بي ام وده تبع شركه فاريان، وعندنا الاس جي ار تي اللي هو اللاين ار تي. دول اشهر ثلاث اجهزه ممكن بيستخدموا عشان يحققوا تكنيك الديب انسبيريشن بريس هولد ايه تكنيك. شكرا لحضراتكم، واتمنى اكون ايه فدتكم في المحاضره دي. متشكرين.